نحت الصور والرسوم. يمكن إضافة تأثير البروز على محتوى الفيديو لمحاكاة التأثير ثلاثي الأبعاد باستخدام فلتر ستيريوسكوبيك 3D. ندرك صورة وحدة زخرفية ونصمم لها تحريك. ونضيف لها فلتر ستيريوسكوبيك. ولكي يعمل هذا الفلتر يجب تفعيله أولا في إعدادات المشروع. نفتح إعدادات المشروع، ومن هذه القائمة نختار نوع التأثير، وحنختار نوع الاختلاف Difference. الآن ندرك الفلتر ونضبط قيمة الإزاحة الأفقية. ندرك وحدة زخرفية أخرى ونسحب عليها الفلتر. وندرك أيضا فلتر المراية ميرور لتصميم حركة. نعمل ريندر لتصدير المشروع في صيغة ملف فيديو. نفتح مشروع جديد ونستورد ملف الفيديو الذي تم تصديره وندركه على تراك. ويمكن إضافة فلتر تصحيح الألوان واختيار اللون المناسب. ويمكن تطبيق نفس الخطوات على مقاطع فيديو مختلفة وإنتاج أشكال منحوتة أو بارزة لمحتوى الصور والفيديوهات.